حريف أفلام خالص مش أي كلام، لأ علم الإفيه متخصص فيه متربي عليه جدا، محور وسيناريو أيوة أنا حافظه وقريب طبعا، أنا في الإفيه حريف ومخيف كده زي روماريو تكسب حريف أفلام وفلحت قالوا لي هتفشل بس نجحت هي لعبة خالص بقى وارتحت في علم الفيلم نجحت العكس الساعة بخمسة جنيه العلبة دي فيها إيه؟ كده برضه يا سونا خاين أنا بيها نبيها نبيه مظبط الدنيا على الاخر هروح على الشغل على طول اللهم صل على النبي بس ثواني يا عم علاء عشان انا مش مترجم اللي انت بتقوله ده خالص لا مؤاخذه يعني صاحبك ده بني ادم ولا اصنام زيكو لا ده تمثال زينا كان زماننا هنا في المتحف بس ربنا فتحها عليه من واسع هو عم علاء الحرب العالميه الثالثه عشان تسيبني اهبق من هنا اكيد اخسر يعني تخلي حاجه الحرب العالميه الثالثه ما شفتوش حاجه زي يا عم اي حاجه بقى الحوار ده ونبقى خالصين صح بس الرجل العناب انت جهزت الاربع صور ستة في تسعة حرب على حرب عالمية الثالثة حرب العالمية الثالثة خلاص امين حرب العالمية الثالثة حرب العالمية الثالثة هنعمل نفسنا كسبنا هي بجود لا تجود ولا تتنيل انت تخلص خلص وتسمعني اتفضل تاجر المخدرات ده اسمه عزام ابو الفضل دراعه اليمين اسمه ادهم ودراعه الشمال اسمه اشرف ماجد الكدواني انا عارفه خالص انا مش عارفه بس انا عارفه حسن ربوع ولا استسلام طبعا مستعد يا عم ده حوار سهل يا عم لا تراجع على استسلام لا تراجع على استسلام من اخطر الناس تعال شوف اللي بيحصل من وراك ايش هذا الصياح بس اللي لقيتك هنا في لعبه كبيره بتتدبر من وراك لعبه عند قريب الدق امير البحار لا لا هو سافر سافر بره عند نيب الدقاش انا مش حذرتكم ميكروباص في جنوب افريقيا لا وما دفعناش كمان يا متر ما رضيتش ياخد مصر احنا طالعين على البارك دلوقتي يا متر انا لسه مكلم جميله لسه واصله من امريكا تعبانه مش هتقدر تقابل حد افريكان عايز الصدمه كانت جامده عليا شويه مصر عموما انا افريكان افريكان في الهوتيل اللي جنب البارك افريكان وافريكان وافريكان ولا عرفتك اصل ساعات بحب اطلع اصطاد طيب انا وقت الرؤى لا يمكن بتاخد مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر يا معتز يا حبيبي معتز مش قادر يا معتز تن اسمي ايه تن؟ الشغل عندك طرفة طارق ايه يا شاهد ايه يا شاهد انت مقطعوني خلي بالك انا سخنة جدا ظرف طارق مدرسة عاشور صفر لا لا ما تهزرش ما تهزرش ما تهزرش عارفاها 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 مش بالي لا 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 سؤال يا مدرسة عاشور 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 كانت ايه عاشور يا سلام الاولاد بيها يا صباح ولا سؤال واحد جو عليه لا لا صعبة جدا صعبة جدا ناس 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 راح الدين انا جاوب الاول حد كلمة ثلاثة اثنين يعني الناظر انا عارفه حاجات ايوه بفتكر ايوه يا عم الفيلم بس ندى ما تقبلش الاسم على ثلاثه سمسم لا قبلت والله قبلت يا دكتور قبلت بس هيبقى في شويه قصور كده قصور واضح يا سمسم ان انتوا الثلاثه اتعلقتوا بندى كده رزق خمسه
ده يتعمل معاه ايه ده؟ ارفعه بايدك في الهواء ولفه ويرميه على الارض بصلاة النبي. شايف الجامعة من كده؟ كرسي العظيم. كرسي العظيم هو روحي. كرسي العظيم. يا عم انت كرسي العظيم تطلع يا عم. انا اللي عندي بوك. Thank you very much. Thank you very much. يلا سمعوني. Thank you very much. Hey. ايه كده 56. انا بعمل مجمع اسم الفيلم. عشان تقطع عشان اسم. صح. خلينا بس. بحبك. عسل اسود. صح. عسل اسود. ايه صح. والله والله كان واحد صاحبي وبيهزر معايا. قلت له ما ينفعش ما يصحش تهزر معايا في الحاجات دي عيب. اعتذرت له انت. يا بنت الكلب. كنت اقول لك طب الحمد لله. هو البي اللي بيقطص مراته وبيقضي العيال الحمراء في العياده كله. اكسلار. لا ده قاتل انت. طير انت. طير انت. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات. أول تاني تالت رابع. سمير وشايروم هي. مستحيل مستحيل أعرفها كده. ناخد الانبهار التاني. الخطين الفتيس ده فلوة. شايف الخطين دول دول عشان يحددوا الطريق. أنا قلت لك هيبقى ده في خط أبيض في النص. سمير وشايروم هي. الخطين دول بيحددوا لك الطريق. يعني أنت معاك العقد؟ وأنا؟ وفؤاد والاستاذ نادر معانا 3 مليون دولار. ها حرب ايطاليا. صح. حرب ايطاليا. اللي بقوله ده ايه ده؟ ايه ده ما يضحكش اني ازر الخروف ده. بوشكش. لا 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 بوشكاش. هل قصد حضرتك انه كنت بنت؟ انا مش مبسوط مش سعيد انا حزنان. ليه بس بعد الشر يا ريس؟ حزنان حزنان ليه؟ ضحكني يا قصير. اسم بتاع محمد هنيدي. امير البحار. انا اللي ده صح. طب انا خابط على البتاع الاول. امير البحار. يا جدعان يا جماعه الكلام ده سهل قوي يا جماعه. انت رستم طبعا. فنان عظيم. انت رستم. لا يا ابني 12. امير البحار. امير البحار. تمام الحمد لله كويس. اكس لارج. لا انا بقى عشان نكون متفقين. اكس لارج يا ابن اللعيبه. اكس لارج. وقف خلاص انك اوزع كده يا دين. بقول لك انت منافس. ده ملحن. ابرز الفلوس اللي في جيوبك يا تعم يا سيد امك. الله الله الله. طب وليه بقى؟ ليه الغلط ده؟ ايه ابرز دي؟ بقول لك ابرز. زكي شاه. زكي شاه. مش هتفرق عشان جاكيتك جديده. زكي شاه. زكي شاه. زكي شاه. الواد ده الواد ده رهيب. ده بيسمع على 5 ثواني. لا يا جماعه لا لا مش هينفع كده. خلاص غير. مفيش خلاص كده. خلاص كده تيتا. خلاص لوزرز. حسن خلص جراحي الحمد لله ما فيش غير واحده. كلهم كلهم صح. لا عامه جبت حاجات. جبت حاجات. ايوه صح. انا بعرف البتاع. اه اتفرجت عليه. جميل يا شباب والله جميل. شكرا.